السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوا اليوم لقيتك فرحان. ها فرحان بزاف. ايوا علاش الفرحه؟ غريبه علينا. لا 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 خاي لا، اجي بعدا. حنا اليوم علاش انا علاش؟ انت قلتي الصح. حنا اليوم جينا لهنا بغينا نعرفوا براسنا، لان حنا متنوعين، وانت اللي متنوع، انا ماشي منوع. واسيد اسيد 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 خلينا من البسالات. حنا اليوم عندنا الجلسه هادي، بغاو الناس يعرفوا شكون حنا. سيدنا خوتي. اسي انا اللي خصني نهضر ولا خصني نهضر انا؟ لا 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 عباد الله، انا اللي كخصني نهضر، ما هادو انا اللي كنحركهم. سمعتيني انت وسمعتيني انت؟ ايوا خليونا بالبساله ديالكم، حنا راه الناس كيشوفوا فينا، ولا ما انتم حشمتوني وجلسنا هنا مع الناس وضيفوا بينا ورحبوا بينا. ايوا انا خصني نهضر، انا خصني نهضر. الناس بغاو يعرفوا شكون نتوما. انا نعرف الناس غادي يعرفوكم نتوما، هادو كراكيز ديال القفاز. هاد هما ماشي غير واحد عندي، وما عندي راه بزاف. كاين عندي القفاز، كاين عندي ديال الخيط، كاين عندي الطاوله، كاين عندي ديال العود، كاين عندي ديال الكينيول، يعني كاين تنوع. وحنا اليوم هنايا نعرفوكم بهذا النوع ديال الفن اللي كاين عندنا هنا في مدينه طنجه، مدينه الشمال، مدينه الساحل، مدينه العروس، عروس الشمال. بغينا نقول لكم شنو كنعملوا. راه طنجه ما فيهاش غير هادشي هذا، راه فيها بزاف، فيها فنانين، فيها رواد، فيها ناس باغا التشجيعات ديالكم. انتوما معنا اليوم في الرحاب مسرح العرائس، او صانع ومحرك دوما اللي هو هذا العبد الضعيف محمد سعيد الغرافي، فنان تشكيلي اطار تربوي، صانع ومحرك دوما. اذا مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء هذا، وتبارك الله عليكم. متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يوم آخر نستضيف فيه فنان آخر من فن ومجال آخر. في هذا اليوم نستضيف الفنان محمد سعيد الغرافي، والذي سيعرفنا بفن ربما لا يعرفه الكثير والكثير. هو فن ليس بفن حديث، وإنما فن عريق وقديم جدا، فن الكراكيز الذي لا يعرفه الكثير وخاصة جيل اليوم. سنعرفه مع الأستاذ والفنان محمد سعيد الغرافي، الذي ربما لديه تاريخ بما يكفي ليعرفنا عن هذا الفن. أستاذ محمد سعيد مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، وتحية للمشاهدين اللي يتابعونا مباشرة على هذه القناة، قناة تشجيع، قناة الفن، قناة الوضوح، قناة الوصول إلى القلوب الجميع. تبارك الله. وأنا بدي جد سعيد معكم في هذا اللقاء. إذا باش ما نكونش ثقيل وباسل، غادي نعرفكم بنفسي. معكم محمد سعيد الغرافي، إطار تربوي، فنان تشكيلي، صانع ومحرك دوما. البداية ديالي بدأت مع الفن التشكيلي، بديت في 92، كنت كان ندير لوحات، ساهمت مجموعة ديال معارض تحت إشراف مندوبية الثقافة، كان عندنا حضور مع مجموعة ديال الفنانين، فنانين مغاربة، فنانين أجانب،
لقاءات، كانت عندنا لقاءات تعرفنا فيها، لقاءات استفدنا منها. ولكن التغيير اللي غادي يوقع هو اني غادي نحرف واحد الدرجه ديال درجه قليله، غادي نمشي لواحد الميدان. هذا الميدان هذا هو مسرح العرائس. هذا المسرح العرائس عندي معه واحد القصه ماشي غريبه، هي قصص بحال القصص اللي كيوقع لنا كل شيء، غير شنو هو بغيت نعطيه واحد واحد الوضوح، ان الفن التشكيلي عنده علاقه ب او بالرسم بصفه عامه، عنده علاقه ب بالاراغوز او الدوما او الكراكيز. لان يعني كما كتعرف الفنان او الرسام خصو يرسم ملامح الوجه، الحركات، الوقوف ديال الانسان، الجلوس ديالو. فالبدايه الكراكيز جات كصدفه. انا كنت ديجا فهمتي عندي المام وعندي كنلعب مع البنات ملي كنت باقي صغير، كنلعبوا باش بالقصب. القصب كنا كنمشيو نجمعوا القصب اللي كيكملوا فيهم الخيط، كيعرفوهم الخياطه، وكنجيبوا توابات من عند الخياطه وكنقطعوا نفصلوا، وكنجلس مع البنات وكنت كنصنع احسن منهم دوما ديال القصب، مصنوعين من القصب. راه كيعرفوهم الجيل ديالنا، ما الجيل اليوم ما كيعرفش يصنعوا. من بعد غادي يوقع واحد التطور. فين غيوقع التطور؟ وهو المشاهده ديالي لواحد الفيلم، فيلم عربي، قمر الزمان، بطولة محمد مصطفى فهمي، نجلاء فتحي، ابو بكر عزات وممثلين اخرين. غادي نشوفوا في سينما ابي نيدا في تطوان. تما غادي ترسخ الفكره ديال الكراكيز. هاد الكراكيز هادو اللي شفت انا ديال الخيط، انا كنت كنعرف ديال القفاز، كنت كنتفرجهم في القناه الاولى، كانت كتقدمها الاذاعه ديالنا الاولى باقي بكحل ابيض، هاين ايامات ديال الثمانينات. ماشي شرف انا، المهم نبلغ لكم غير رساله. كاين الناس اللي تفرجوا سيف دوليازات، كانت كتقدمها فرقه مسرح العرائس لوزاره الثقافه. هاد الناس هادو من هاد المنبر كنشكرهم الف شكر، لان يعني بهم تعلمت، بهم استفدت، بهم عرفت شنو هما مسرح العرائس. هادي من جهه. ملي تفرجت الفيلم بقات واحد المده سنوات هادي كنقول غادي نعمل غادي نعمل، ما عملت والو. حتى كتجي السنه ديال 94، لقاء ديالي مع واحد الصديق ديالي، قال لي انت كدير الرسم وانا كندير الرسم، انا كندير لانيماسيون كندير كلون، واش ما تدخلش معايا في هذا الميدان هذا؟ واش غادي ندير فيه؟ قال لي عندي فكره ديال مسرح العرائس او الكراكيز. قلت له حتى انا عندي. شاف فيا بديك السن ديالي باقي صغير، قال لي انت كتعرف تعمل الكراكيز؟ قلت له ايه، راني تفرجتو في التلفازه، في التلفازه وشفتو في السينما. بقى كيشوف فيا ويضحك، قال لي المهم حنا غادي نجربو معاك، بحال يقولوا مشي مع الكذاب تما بالدار. فعلا جربها معايا، لقاني كنخدم داك الشيء من تلقاء نفسي، ما علمني حتى شي واحد. لأن الموهبة كتلعب دور كبير. الموهبة واخا ما تقراهاش، موهبة كتنزل من عند الله، هي إلهام. والإلهام إلا عطاه لك الله راه تبرع عليك، راه تفاوبر عليك، راه عطاك عرفتي واحد الكنز أنت ما كتعطيهش قيمته، ولكن ملي تعطيه قيمته غيعطيك كثار. حاجة وحدة، تكون عندك جمهور ديالك، والجمهور ديالك خصو يأمن بك، يأمن بك بالقدرات اللي عندك، باللمسات اللي عندك، بالفن اللي عندك، وديك الشيء اللي عملت انا. المهم خدمنا انا وهاد السيد هذا، كانت البديله الاولى، عملنا عروض وقع نجاح واحد المده حنا خدامين. من بعد غادي يجمع هو كل شيء، غادي ينمط كل شيء، تالي كل شيء انا ما بقى عندي والو. ولكن ربي عز وجل لقاني مع الناس اللي كنت كنتمنى نتلقى بهم، هما فرقه مسرح العرائس وزاره الثقافه، تلقيتهم في الرباط. حسن الحظ غادي نتلقاهم في واحد العرض، واحد السيد من هنا كنبلغ له التحيه ديالي، لان هو السبب ديالي غادي يلاقيني بهم. قال لي جي نوريك واحد الفرقه وربما تفرجتي فيها. شكون هي؟ فرقه مسرح العرائس. دخلني عندهم، جلست معاهم، تلاقيت بهم، لقاو عندي افكار ولقيت عندهم افكار. خديت من عندهم الافكار غير بعيني ومجموعه ديال الاسئله.
فقلت انا قادر نعمل راسي، انا قادر نبني مسرح ديالي كراكيز ديالي. جيت في حالي طنجة على اساس انني غادي نشتغل وغادي نعمل الكراكيز ديالي. فعلا اول حاجه اللي غادي نعمل غادي نبني كاستولي، مسرح ديالي فيه 3 متر على 2.5. انا ملي شفت الناس عرفتي المسرح كيفاش عندهم، راه عرفتي خلعوني، قلت انا غيكون عندي شي حاجه مزيانه، يعني الناس ديال طنجه كيتنتظروا حاجه جديده، خصهم يلمسوا شي حاجه واعره. داكشي اللي عملت، مشيت عند واحد صديق ديالي حداد عنده ولدو حداد، قلت له الله يجزيك بخير باغي نصنع واحد الكاستولي، ها شنو؟ قال لي اسمح لي انا هادشي هذا ما كنفهموش، واش عندك البلان ديالو؟ قلت له عندي. قال لي جيبو وها ولدي يخدم معاك اللي بغيتو. جيبتو له سيمانه وانا معاه، خدم لي داكشي، صاوب لي داكشي، وقف داكشي، جبت الكراكيز ديالي. كان اول متفرجين هو هاد الحداد هذا وليداته، هما تفرجوا كانوا اول جمهور. قلت لهم شوف الا عجبكم العرض شجعوني، ما عجبكمش العرض ما تشجعونيش واعطوني ملاحظات. والحمد لله مشات الامور مزيانه، شفت الناس رسمت على وجهها الابتسامه والضحك، عرفت راسي انني وصلت لي كخصني. جا عندي قال لي شوف وليدي هاد الدومين هذا كنا محتاجينه وانت غادي تكملوا. والحمد لله انا كملت، ولكن باقي ما ساليتش، لان باقي المسافه طويله وانا ماشي فيها. فن الكراكيز هو فن، ماشي ما نقدروش نقولوا قديم، هو حديث في المغرب. بدا مع فرقه مسرح العرائس ديال وزاره الثقافه. هاد الناس هادو ناس اعطوا الكثير ولا زالوا يعطون الكثير، رغم انهم تقاعدوا وصلوا لسن التقاعد. جلس معهم شفت الافكار ديالهم، شوف الخدمه ديالهم، لقيت هاد الناس هادو ما كان عندهم الاغلى عطاو للجمهور. شكون هو الجمهور؟ الكبير والصغير، وانا واحد منهم. انا نهار اللي تلقيتهم وشفت الخدمه ديالهم فوق الخشبه، انا بدي بقيت جالس كنتفرج، وبيدي شنو قلت؟ حتى انا غادي نحمل المشعل ديالهم وغادي نكمل المشوار ديالي. فن الكراكيز في المغرب هو متنوع، لان كما كتعرفوا ان التراث ديالنا المغربي حافل بالحكايات، حافل بالقصص. الشيء اللي استغليناه من الكراكيز ديالنا بهاد القصص هادو، والله العظيم بالله راه بحال اللي كيعملوا الاخوان ديالنا المصريين او التونسيين. شوف الاهتمام كيفاش عاطين المسرح العرائس، وحنا بدورنا خصنا نعطيو لها الاهتمام هذا لهذا الفن هذا، ما نخليوهش جانبا كما يقال، نفعلوه، نخدموه، نظهروه، نبينوه، نحترموه، نعطيوه قيمته. انا بعدا صراحه انا كنبغي نوصل بهذا الفن هذا للناس. انتم كتشوفوني بغيتوا تشجعوني، غادي نقول لكم انا شكرا، وهذا اقل حاجه اللي غادي نقول. التشجيعات ديالكم هي كلشي. بالنسبة للشخصية كان عندي مشكل، واحد السيد كان قال لي علاش ما كتعملش شخصية مزيونة بحال البشر؟ قلت له لا يمكن. قال لي علاش؟ قلت له لأن الشخصية أصلا كاريكاتير، وما خصنيش نمشي الشخصية مثلا معروفة، دائما عندي خط أحمر، ما خصني نمثل حتى شي واحد، كنعمل الشخصية ديالي من الفكرة ديالي. مثلا غنعمل شخصية عمي قدور غادي نقلب عليه، ما غيكونش شبه حتى شي واحد. الشخصية ديالو بوحدة، فكرة ديالو بوحدة، وجهه بوحدو، حنوكو بوحدو، عينو بوحدو، خنافرو بوحدو، ودنو بوحدو. علاش؟ لأن المتلقي والجمهور شوف شي حاجة جديدة، شوف شي حاجة، شي كاليتي ديال الكراكيز اللي غتكون عندها واحد النكهة خاصة، وهذه اللي كنخدم عليها أنا بزاف. بالنسبة للصناعة ديالها فهي متنوعة، كاين اللي كيخدمها
بالجرائد، بالثوب، بالطحين، بالبيض، كاين اللي كيخدمها بالبونج، بالثوب، لأن الثوب ضروري خصو يكون عندنا حاضر في الكركوزة، لأن هو اللي كيغلف الوجه، ضروري. ولكن أفضل خدمة ديال الكركوزة واللي وصلت ليها واستنتجتها وبقات لي الكراكيز يبقاو لي دائمين هي ديال البونجا ديال الإسفنج. بونجا كتشبرها كتنقشها بالمقاس كيما بغيتي، كتخرج المنقار الودنين وهادي، ومن بعد كتغلفو، كتغلفو بالثوب. ولكن الثوب عاو فيه أنواع، يمكن لك تغلفو بالثوب وتصبغو، يمكن لك تغلفو بالثوب أصلا مصبوغ مصوب، يعني باش كتخرج شي حاجة للوجود. حتى الناس إلا تقنتي غادي يقولوا لك برافو، ما تقنتيش يمشي يقولوا لك عاود صلاح. وانا معاك فكره الاصلاح. السؤال هو مقسم على جوج، ولكن مزج اهتمام المجتمع فن الكراكيز وفي نفس الوقت اهتمام الجهات المسؤوله على الكراكيز. اش غادي نقول لك؟ هو المجتمع في امس الحاجه. طبعا الجهات المسؤوله كنقصد وزاره الثقافه. وزاره الثقافه بطبيعه الحال. المجتمع ديالنا محتاج بزاف هاد الميدان ديال الكراكيز او الميدان الثقافي. هو ميدان صعيب، انك باش تقدم واحد العرض للجمهور، الجمهور كينتظر منك رساله، انت كفنان انت عندك رساله وعندك واحد المبدا خصك توصلوا لمن، توصلوا للجمهور. الجمهور راه فيه الصغير وفيه الكبير وفيه الشريف وفيه الشاب وفيه البنت وفيه الولد وفيه العيل اللي عنده 3 سنين وفيه بزاف، يعني شرائح من المجتمع كينتظر منك واحد القصه، كينتظر منك واحد النصيحه، كينتظر منك واحد الرساله. وهذه الرساله هذه باش تكمل انتينا خصك واحد الدعم. شكون اللي غيدعمك؟ هي الوزاره الوصيه. هذه الوزاره الوصيه خصها هي تفعل هادشي هذا، لان الجمهور مجرد انك غتجيب له شي حاجه جديده بالعكس غيستقبلها، لان حنا في امس الحاجه الاخلاق، السلوكيات، معاملات. لان حنا فهمتي عندنا وليداتنا في المدرسه، هاد الوليد هذا ملي يجي غيقيل بالطابليت او بالبورتابل اش غنستافد منه انا؟ ما غنستافد منه والو، وما غيستافد هو والو. ولكن ملي كنجيب له واحد القصه، ملي كنجيب له واحد العمل، وملي كنجيب له واحد الخدمه، كنكون انا فعلت معاه، فهمتوني؟ كنكون انا فعلت، كنكون انا فعلت معاه الخدمه ديالي، بينت له، جبت له واحد المنتوج. هذا المنتوج هذا شنو هو؟ هو عمل. هذا العمل هو هذا، هو قالب مصوب معدل، ولكن مدعوم. شكون اللي قدمه؟ الجهات الوصيه، داكشي اللي كنطلبوا. حنا ما كنطلبوش شي حاجه، حنا عينا ما نتناو الدعم، عينا ما، ولكن كندعموا راسنا بيدنا. كيفاش تقدر الجهات الوصيه كيفاش تقدر انها تعاون؟ شنو تقدر تعمل؟ اش غادي نقول لك؟ باش تعاونني هادشي هذا كيتطلب مسائل لوجستيه، يعني باش تشري المواد وتصنع وتخيط وتقطع وتلصق وزيد وزيد، هادشي هذا كيتطلب مسائل ماديه. وكما كيقولوا يد واحده ما كتصفقش. انا ما يمكنليش فهمتي غادي نمشي نوجد مثلا عرض غادي يتقام عليا بثمن والدعم ما عنديش. اش كنعمل؟ كنخدم باللي عندي. عاد من بعد كنبقى نسمع خصك وخصك وخصك، هذاك خصني وخصني، انا خصني جهات هي اللي تدعمني. ولكن للاسف انا كنكتفي غير بالدعم اللي عندي، الدعم ديالي انا خاص، وبالدعم والتشجيعات ديال الناس اللي كيعرفوني، اللي كيعرفوني، اللي كيجي كيجبرني فهمتي انا كنخدم من نيتي ومن قلبي وباغي نوصل، كيقول لك انا سيدي انا معاك، وانا كيشجعني واخا ما غيدعمنيش ماديا، ولكن كيدعمني معنويا. معنويات ديالي من الداخل كتخدم، معنويات ديالي من الداخل كتزيد القدام، معنويات ديالي من الداخل كتزيد في التشعيل الجديد، وكتلمس ناس عندها الرغبه في الجديد، وحنا بغينا الجديد. واش غادي نقول لك؟ هو ماشي غير معاناه، هما معاناه ومعاناه. الفنان كامل خصوصا في الارض السعيده يعاني الامرين، يعاني
بعض التدخلات، بعض الناس ماشي الدومين ديالو، او كيما كنقولوا كيحشي من اخرو فواحد الحاجه ماشي ديالو. هذه الاولى. ثاني حاجه، نعاني من بعض ماشي كيساندك، كيحتكرك وكيحتقرك، كيبقى عندك هاد المادة اللي عطاها لك الله وهاد الشيء اللي رزقك به، اش كيعمل هو؟ كيشبرك وكيعملك تحت يدو وكيولي هو اللي مسؤول به. وهذه انا كنرفضها. الا نمشي نخدم ونتعاونوا ونوصلوا مجموعين لواحد العمل نخدموا كاملين، انا موجود. الا ماشي نخدم وغيجي واحد يدرق عليا ويقول هو اللي كيعمل كل شيء، باش يقول انا اسف هاد الخدمه اللي ما كنخدمهاش وما كنبيعش راسي رخيص. انا عندي واحد الهدف، هدف سامي، رساله تربويه، هادشي دا مسائل الاطفال او الناس كبارين او الشباب ديالنا. حنا الهدف ديالنا كامل هو خدمه المجتمع. المجتمع ديالنا فيه داري، دارك، خاي، اخاك، اختي، بني، اختك، راه فيها بزاف الشارع. حنا شنو باغين؟ حنا باغين نعطي واحد الصوره حقيقيه للثقافه ديالنا، ليس الا هذو اللي باغين. حنا ما باغين حتى شي حاجه، وهاد الصوره الحقيقيه بغيناها حنايا نشروها بالطريقه ديالنا. ما نشروهاش حنا بالقوه، لا لا، ما كنشروها بالفن، كنشروها بالضحك، كنشروها فهمتي بالتفاهم، كنشروها فهمتي بالكلام مزيان معسول. هذه اللي بغينا حنايا وكإطار تربوي. انا هذه الطريقه ديالي مع وليداتي مع التلاميذ. ملي يجي عندي مثلا اب ويقول لي حنا في الدار ملي كنتغداو كنهضروا عليك، ملي كنفطروا كنهضروا عليك، كنقول له هذاك هو راس مالي. علاش كنرسم انا؟ على الحب، حب الجميع، وهذه اللي خدام عليها. أي كان عنده حلم، وأنا فعلا عندي حلم، والحلم مشروع. الحلم أي يعني الحلم ماشي منه، أنا بدي كنعاس ونفيق ونحلم، ونحلم شي حاجة أحسن، ونحلم من هذا الوطن، ونحلم من الناس، ونحلم الليلي. أنا ماشي طمع، أنا كنحلم من الجميع. أنا بدي عندي حلم ديالي خاص بي. الحلم هو هاد الكراكيز هادو ما نصدموش عليهم، ندوروا ليهم، نفعلوهم. راه كاين عندنا برامج محتاجين للكراكيز، والله العظيم الا محتاجين للكراكيز. انا عندي كراكيز كبارين ديك الكينيو، راه قادرين نعملوا بهم فهمتي نصائح، روبورتاجات، لقاءات، افلام. كنشوف ناس غير في امريكا، غير في مصر، كيفاش كيشجعوا، كيفاش كيسهلوا. حتى حنا خصنا نسهلوا ونشجعوا. انا ما كنطلبش شي حاجه غريبه، بالعكس انا من هذه القناه هذه ومن هذا المنبر هذا كنطلب ابسط الاشياء، ما طلبتش شي حاجه صعيبه، كنت ابسط اشياء، وهو اننا نفعل واننا نمشيو خطوه، خطوه ايجابيه ماشي خطوه سلبيه. لا خطوه سلبيه ما كان علاش شدوا هذا الموضوع هذا وسالينا من هذه الكراكيز هذو. انا بغيتها ايجابيه. كاين مخرجين عندهم افكار، كاين كتاب عندهم افكار، كاين صانع دوبة عنده افكار. شينا تلاقينا مع بعضنا والله العظيم بالله نخرجوا عمل افضل ولا احسن، غنحطوه في القنوات ديالنا. تبارك الله عندنا قنوات تعليميه، اولى، ثانيه، ميديان، كذا كذا، وغير هادشي هذا راه ننوعوا. راه بعض المرات كنحشم نتفرج بعض القنوات كنلقى نفس البرامج كتعاود. برنامج هادي عنده عامين باش تعاود، ثلاث سنين هو كيتعاود، اربع سنين، نجددوا، ندخلوا بواحد النفس جديد. انا ما كنطلبوش شي حاجه غريبه، ندخلوا بواحد النفس، بافكار جديده، رياضه جديده، ونكونوا رواد كما كنا في الاول. كونوا في كما كنا في الاول. راه القناه الاولى ديالنا في الاول كيفاش كانت؟ كانت رائده في المجال العربي، والله العظيم الا كانت رائده. ودابا شحال القنوات عندها ولكن حتى واحد. حنا بغيناها حاجه واحده ونتقدموا الان، هذا اللي كاين. سيدي سعيد، نعم. الاعمال الفنيه ديالك فين كتلقى
كتقدمها للجمهور؟ فين كتتواجه مع الجمهور فيها؟ فين تقدم الاعمال ديالي؟ قبل الكورونا كنا كنقدموها في الخشبات ديال المسرح. ملي جات كورونا ما بقيناش عارفين فين غادي نقدموها. كاين عندي قناه في اليوتيوب ولكن ما نفعلاش بزاف. كيدخلوا عندي ناس كنطلب منهم يتفاعلوا معايا ولكن للاسف. عندي قناه ديالي بسميه ديالي ميد سعيد الغرافي. ميد سعيد يعني محمد سعيد الغرافي. انا ما كنطلبش شي حاجه، انا عندي قناه ديالي بسيطه. ماشي شي قناه بسيطه. قناه تربويه فيها كيفاش نصنع الكاكوزا. وعندي افكار فهمتي اني نعمل بعض البرامج ديال الكراكيز. انما باغي غير الدعم. انا باغي شي حاجه كبيره. حنا بالعكس كنشوف اهداف، كنشوف افكار، كنشوف حلم خصنا يتحقق في ارض الواقع. وماشي بعيد غير من الخانات. عندي الصفحه ديالي في الفيس محمد سعيد الغرافي اللي تخيل اللي بغى يدخل عندي. هي صفحه عاديه، صفحه فيها معايا التلاميذ ديالي، فيها اساتذه، فيها اخوان، فيها اصحابي وحبابي. هادي غير التشجيعات ديالهم راه كافيين. هادي سعيد ختاما، شنو هي الرساله اللي توجه للشباب اللي باغيين يلتحقوا بالفن؟ طبعا ماشي الكراكيز، لان كاين بزاف ديال الفنون، اي نوع من الفن. شنو الرساله اللي توصلها للشباب بحكم انه انسان بدا من الزيرو والحمد لله اليوم راه عنده جمهور بزاف ديال الكراكيز اللي كيخدم بهم وربح بزاف ديال المحبه في قلوب الناس؟ شنو هي الرساله اللي توجه للشباب؟ الرساله ديالي للشباب ثم يكون عندهم طموح كبير ويخدموا على الصح ويخدموا على المبادئ ويخدموا على الافكار اللي عندها طابع اخلاقي سلوكي. لان المجتمع ديالنا محتاج ديلو. حنا كنا كنسمعوا الشباب عماد المجتمع او اساس المجتمع، فهذا ما غيمنعكمش انكم الافكار تخبعوها. لا بالعكس. او مثلا تخاف من الفكره ديالك ما توصلش، والله حتى توصل، ولكن انت خصك تعرف كيفاش تخدمها بواحد القالب، قالب ساهل ماهل باش كلشي يسمع لك. ايوا الشاب، ايتها الشاب، كنتي كتعرف تغني، كتقول قصائد، كتكتب، كترسم. هاد العبد ضعيف اللي امامكم كيرسم، كيكتب، كيالف، كندير الكراكيز، كندير المسرح، هادشي هذا كامل كنعملوه. بالرغم انني فهمتي واجهت عده مشاكل وصعوبات وعراقيل، ولكن دائما كنت كنتحدى. والله العظيم الا كنتحدى، والتحدي ضروري. كل ما كتحدى كل ما كتلقى الحلاوه ديال الخدمه، كل ما كتلقى انك وصلتي وقربتي. رغم بعض الاكراهات والتناقضات وما كتفهمش، اسيدي ما كنفهموش حنايا. انا كنقول ونعاود، انا بدي ما كنفهمش ولكن غنوصل. او شي واحد يقول لي مثلا باقي عندك فكره ناقصه، مزيان مزيان ملي قلت لي الفكره ناقصه او ما عندي الخدمه ناقصه، ولكن غادي نكمل، ما غاديش نوقف. كما كنقول اي مجال كنتي فيه، ايتها الشابه او ايها الشاب، ما توقفش. وعندو يوقع لك احباط، احباط راه صعيب، تقدر تبعد من هذا الميدان ديالك اللي انتينا فيه طول حياتك وما تبقاش تحمله وتكرهه. خصك تحبه بزاف. كل ما يوقع لك تدخل من طرف شي حد او مثلا بغى يهرسك، دائما قاتل. راك انت هنا في الواجهه، راك انت هنا في المعترك، راك انت هنا في وسط المعركه. دافع، تقاتل حتى اخر رمق وغتوصل. راه بدي وقعت لي انا كنت مع من شهيده، راني سالي شحال هادي ما نرسم ما نصنع كراكيز، ولكن انا معكم وباقي غادي نواصل. واللي بغى يتواصل معايا مرحبا. تبارك الله عليك سيدي سعيد. العفو اخي، مرحبا. كما شاهدتم هذه رساله الاستاذ سعيد للشباب وللشابات، فلا تستسلموا وحافظوا على احلامكم فانها ستحقق يوما ما ان شاء الله. الانسان ما يبخلش على راسه، حاول تفيق كل صباح، تمارس داك الشيء اللي كتبغي، حاول انه تعمل ذاك الموهبة اللي عطاك سيدي ربي. ماشي مشكل بداها مع عائلتك، بداها من المحيط ديالك. واحد النهار ان شاء الله غتكون امام المجتمع، غتكون قدام بزاف ديال الناس، ربما في كبار
البرامج في كبار المهرجانات ان شاء الله. علاش لا؟ اذا متابعينا الاوفياء كان معنا الاستاذ سعيد. شكرا جزيلا سعيد على الضيافه. مرحبا وسعيد سعيد بتواجدي معكم، سعيد بالحضور ديالي معكم، وسعيد بالجمهور. شكرا على تلبيه الدعوه هذه مهمه. بالعكس بالعكس بالعكس، الدعوه اللي غادي يعيط لي او يتواصل معايا انا راه كنقول ونعاودها راني موجود، ما غنخلت على شي واحد. بالعكس جعبه عمره. إذن متابعينا الأوفياء كان هذا هو فن الكراكيز، وكان هذا هو صاحبه الأستاذ محمد سعيد الهرافي. شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.